هذا يخاف عليهم الرسول أخوف ما أخاف عليكم. فلا تغتر بنفسك ولا تغتر بعملك، دائما حاسب نفسك، دائما راقب أقوالك، دائما راقب عقيدتك، راقب أمورك، صحح مع الله عز وجل. وبقدر ما تعيش مع الله بقدر ما تكون في ارتياح، لا تلتفت للناس ماذا يقول الناس، هذا يثني، هذا يذم، هذا تدور مدحته، هذا ترجخ، اجعل أمرك مع الله. فإذا كنت مع الله كفاك الله، كفاك الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كن مع الله، احفظ الله يحفظك، تولاه يتولاك، كن من أوليائه يكون سمعك الذي تسمع به، بصرك الذي تبصر به، يدك التي أي تحفظ. إذا رأيت نفسك قد زاغت عينك، ولا استرقت إذنك، ولا زل لسانك، ولا بطشت يدك، اعلم أنك قد أوكلت إلى نفسك، لست في حفظ الله. لو كنت في حفظ الله لحفظك الله، انتبه. ومن دعاء صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله نوكل إلى لا تكني إلى نفسي طرفة عين. فإذا أوكلت نفسك إلى ضعف، فإذا كنت محفوظا بحفظ الله حفظ عينك، بصرك، نظرك، حفظ سمعك، حفظ لسانك، حفظ جوارحك، احفظ الله يحفظك. إذا وجدت شيئا من أعظم انحراف الشرك، البدع، الكبائر، المعاصي، يستغيث بغير الله، يقول البدع، يدعو البدع، يكتب للبدع، يمارس البدع، قد وكلت إلى نفسك لم تستقيم. فاستقم كما أمرت، تقوى الله أن تمتثل أمر الله، وأعظم أمر التوحيد والسنة والطاعة. وإذا وجدت أنك وقعت في الشرك والبدع والمعاصي فأنت لم تستقيم، فأنت وقعت في مخالفة التقوى، وهي فعل أوامره وترك نواهيه، أنت لم تفعل أوامره ولم تترك نواهيه. هذا التوحيد تحقيق، ليس التوحيد تنظير كلام.